حدائق الحيوان هي بعض الأماكن القليلة على الأرض حيث يمكنك رؤية الحيوانات البرية عن قرب دون الخوف من التعرض للضرب، الدوس أو الأكل. هذا الشعور بالأمان يأتي من طبقة سميكة من الزجاج أو الخرسانة تفصل بينك وبين الحيوانات. لكن في بعض الأحيان، حتى أفضل الإجراءات الأمنية لا تكفي لمنع الحيوانات المحبة للحرية من الهروب. من القردة العبقرية فنان الهروب إلى بعض العمليات المخيفة والتي تضع قدرات حراس الحديقة تحت الاختبار، دعنا نتحقق من بعض الحيوانات البرية التي هربت من حديقة الحيوانات. هودين المشعر. في الثمانينيات من القرن الماضي تركت سلسلة من حالات الهروب في حظيرة إنسان الغاب في حديقة حيوان سان دييغو حراس الحديقة يتدافعون لإيجاد حل، لكن بقدر ما حاولوا فقد تفوق عليهم مرارا وتكرارا حيوان واحد يدعى كين ألن. كان لدى هذا القرد الكبير الذكي موهبة مذهلة للهروب من حظيرته، والتي تتميز بجدران صخرية شديدة الانحدار مصممة ليكون من المستحيل الصعود إليها وفوقها. ومع ذلك في عدة مناسبات تم العثور على كين وهو يتجول بهدوء في الممرات العامة لحديقة الحيوان، وهو يتنزه كزائر عادي ويحدق بفضول في حظائر الحيوانات الأخرى. في إحدى المرات تم العثور على كين أمام حظيرة قرد آخر وهو يلقي بالحجارة على زميله من إنسان الغاب يدعى أوتيس، والذي من المفترض أنه سرق موز كين في الماضي. عندما قام حراس الحديقة باصطحاب كين إلى حظيرته الخاصة كان عادة ما يذهب طواعية، حيث بدأ أنه كان يخطط بالفعل لهروبه التالي. مع استمرار عمليات الهروب لوحظ كين وهو يعلم حياله الخاصة لبقية الحيوانات. في أغسطس 1985 أعطى العتلة التي تركها العمال وراءهم لأنثى إنسان الغاب كانت تشاركه في حظيرته، والتي استخدمتها لفتح نافذة وترك كين يهرب. بعد ذلك بوقت قصير بدأت حيوانات إنسان الغاب الأخرى في حظيرة كين في تنظيم عمليات هروب مستقلة خاصة بهم بعد أن تعلموا من الأفضل. بعد عمليات الهروب هذه بذل موظفو حديقة الحيوان كل ما في وسعهم للتأكد من أن حظيرة كين مقاومة للهروب، لكنه تمكن من إيجاد طريقة للخروج عندما كان الحراس يشيحون النظر. بدأت عمليات الهروب أخيرا في التباطؤ بعد أن جلبت حديقة الحيوانات خبراء تسلق الصخور لفحص جدران المعرض بحثا عن أي حفر لوضع الأصابع قد يستخدمها كين. بعد تسوية هذه الشقوق والمطبات حدثت محاولات هروب قليلة فقط، ووصلت إلى نهايتها دون انقطاع في الغالب بعد تثبيت سياج كهربائي حول الجزء العلوي من السياج. محاولات كين للهروب جعلته حيوانا مشهورا جدا في حديقة الحيوان، لدرجة أنه تم صنع أقمصة تظهر وجهه، وتم إصدار أغنية عنه في عام 1985. توفي كين في عام 2000، لكنه سيظل دائما في الذاكرة في حديقة سان دييغو بلقبه هودين المشعر. منطقة خطرة. في عام 2011 انطلق بطريق أفريقي في حديقة حيوان مونستر بألمانيا في مغامرة جعلته أقرب إلى الخطر الجسيم أكثر مما كان يتصور في أي وقت مضى. ربما مستوحاة من طيور بطريق مدغشقر، تمكنت الطائر الصغيرة التي كان عمرها 3 أشهر فقط بطريقة ما من الهروب من المعرض الذي يحتوي بقية رفاقها. تم العثور عليها في مكان ما لم يكن يجب أن تكون فيه بالتأكيد. كانت تتجول على طول الخندق المجمد جزئيا المحيط بمعرض الأسود، غير مدركة بسعادة أن القطط الكبيرة المفترسة كانت على بعد مسافة قصيرة عن موقعها. تجولت البطريق بسعادة لساعات قبل أن يجذبها حراس الحديقة إلى بر الأمان ببعض الأسماك اللذيذة. لحسن الحظ كانت الأسود محتشدة داخل ملجأها للدفء في الوقت الذي جاءت فيه الزائرة الصغيرة، ولكن إذا لم يكونوا كذلك لكان من السهل أن تكون بطريقا مثلجا في قائمة عشاء الأسود. الذئبة فيرجينيا. في وقت ما في أواخر السبعينيات أصبح متنزه جريفيث في لوس أنجلوس موطن لافتة هوليوود ومرصد جريفيث، أيضا موطنا لشيء أقل ملائمة للسياح. كان هذا الزائر الجديد هاربا من حديقة حيوان لوس أنجلوس الواقعة على طول الحافة الشمالية الشرقية للحديقة. كانت الهاربة المذكورة ذئبة تدعى فيرجينيا،
ولا علاقة لها بالروائية الإنجليزية فيرجينيا وولف من القرن العشرين. شهدت مهارات التسلق المتقدمة لهذه الذئبة الماكرة أنها تتسلق الأشجار في سياجها على طول الأغصان وفوق الأسوار. كان موظفو حديقة الحيوان قد افترضوا سابقا أن هذا النوع من الهروب مستحيل من طرف الذئاب، لذلك لم يشعروا بالحاجة إلى الاستعداد لذلك، ولكن بمجرد إثبات خطئهم كان قد فات الأوان بالفعل. كانت فيرجينيا قد هربت. تم القبض على فيرجينيا، لكنها هربت مرة أخرى عدة مرات من خلال اكتشاف طرق جديدة مختلفة لتسلق الأسوار المتسلسلة التي تحيط بحظيرتها. كان هروبها الأخير في عام 1979، وبعد ذلك ورد أنه لم يتم القبض عليها أبدا. في الفترة التي تلت ذلك، من المحتمل أن يكون المتنزهون في متنزه غريفيث قد اكتشفوا ما افترضوا أنه قيود، لكن في الواقع كان مفترسا أكثر فتكا، ذئب. ومع ذلك لم يتم تسجيل أي هجمات، لذلك يبدو أن فيرجينيا احتفظت بسلوكها الجيد أينما ذهبت. نأمل أن تكون قد عاشت حياة سعيدة في غريفيث بارك أو في أي مكان اختارت الذهاب إليه بعد هروبها الأخير. من يدري، ربما شقت طريقها إلى هوليوود من أجل دور بطولة أو اثنتين. رومانسية الكابيبارا. في عام 2016 وصل وجهان جديدان من الفرو إلى حديقة حيوان هاي بارك في تورنتو، لكن سرعان ما قررا أن منزلهما الجديد لم يكن جيدا تماما. في غضون يوم من الانتقال هرب زوج الكابيبارا، وهي تعتبر أكبر القوارض في العالم. هرب الذكر والأنثى من الأسر لأكثر من شهر، واختبأ معا في بركة قريبة. عندما تم القبض عليهما وإعادتهما أخيرا، كانت الأنثى حاملا، مما يشير إلى أن إجازتهما الصغيرة كانت مليئة برومانسية الكابيبارا. مع ولادة ثلاثة أطفال كابيبارا بعد وقت قصير من عودتهما، كان الوالدان على ما يبدو منشغلين جدا بواجبات التربية، بحيث لم يفكرا في محاولات هروب أخرى. يبدون الآن سعداء في منزلهم الجديد، لكن صيفهما المليء بالحب سيبقى بالتأكيد في ذاكرتهما إلى الأبد. أفعال القردة. في الثلاثينيات من القرن الماضي كان جامع للحيوانات الغريبة يدعى فرانك باك يدير حديقة حيوان صغيرة على جانب الطريق في لونغ آيلاند نيويورك. كان من بين حيواناته أنواع مختلفة من القطط الكبيرة ومجموعة كبيرة من قرود الريزوس، 570 قردة ريزوس على وجه الدقة، تعيش جميعها على جزيرة صغيرة في وسط بحيرة من صنع الإنسان. يتم الوصول إلى الجزيرة عبر جسر صغير يمكن إنزاله عندما تحتاج القرود إلى التنظيف. في صباح أحد الأيام من أكتوبر 1935 كان يتم تنظيف القرود بواسطة أحد العمال عندما حلت الكارثة. لقد نسي العامل في ذلك اليوم رفع الجسر مرة أخرى بعد أن دخل إلى الجزيرة. مع إدراكه فجأة لفعله، استدار ليرى صفا طويلا من القرود تغادر الجزيرة بسرعة في صف واحد. بحلول الوقت الذي تمكن فيه من رفع الجسر، كان 172 من الحيوانات المشاكسة قد هربت بالفعل إلى الغابة خلف حديقة الحيوان. بمجرد أن أخبر العامل زملائه عن خطأه الفادح، بدأ البحث الطويل. بعد ساعات قليلة من الهروب، تم العثور على 50 قردا يلعبون على بعض مسارات القطارات القريبة، مما اضطر قطارا إلى التوقف في حالة طوارئ. تم إيجاد 30 قردا آخر في الليلة الأولى عندما عادوا إلى حديقة الحيوانات من تلقاء أنفسهم بعد مغامرة اليوم. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإبلاغ عن مشاهدات قرود من مقاطعتين قريبتين، حيث وجد أصحاب المنازل أنهم يلعبون في ساحتهم، وتعرض أصحاب أكشاك الفاكهة للمضايقات بسبب تخريب بضاعتهم. في النهاية، أعيدت جميع القرود الهاربة إلى الحديقة بعد أن وعد المالك بدخول موسمي مجاني لأي شخص يمسك قردا ويعيده. العمل الجماعي العرضي. معظم الناس على دراية بقصص السجناء البشريين الذين يعملون معا للتخطيط للهروب من السجن، ولكن أقل شيوعا هي حكايات الحيوانات التي تتعاون في الهروب. حدثت إحدى هذه الأمثلة في عام 2012 في هانس روك وايلد لايف بروتكشن بارك في ألمانيا، على الرغم من أنه يبدو أن الحيوانات المعنية لم يكن لديها أدنى فكرة عن أنها تساعد بعضها البعض. بدأ الهروب عندما تسلل ثلاث حيوانات من الكنغر يدعون سكيبي، جاك وميك عبر حفرة حفرها ثعلب مؤخرا تحت سياج حظيرتهم. بعد ذلك، بمجرد وصولهم إلى السياج الخارجي للحديقة،
كانوا محظوظين بما يكفي للعثور على حفرة أخرى، إنما هذه الحفرة كشفت التحقيقات لاحقا أنه تم حفرها بواسطة خنزير بري. بينما علق أحد الكنغر في الحفرة الأولى، زحف الاثنان الآخران خلال الثانية إلى الحرية. استغرق الأمر عدة أيام حتى يتم استرداد الكنغرين، ولكن لم يتم إيجاد الثعلب والخنزير لاستجوابهما بشأن الهروب. أتى النمر، ذهب النمر. قصص حيوانات الحديقة حول ذهابها إلى حيث ليس من المفترض أن تذهب تتضمن عادة هروب حيوان من حظيرته، لكن في عام 2013 اتخذ نمر بري يعيش في الغابة بالقرب من حديقة حيوان ناندان كان في الهند نهجا معاكسا، اقتحم حديقة الحيوان منجذبا إلى رائحة الإناث التي لا تقاوم في الداخل. تم العثور على الذكر البري وهو يحاول الدخول إلى حظيرة النمور التي تحوي اهتمامه بالرومانسية. سمح له حراس الحديقة بالدخول وبقي هناك لمدة شهر قبل أن يهرب بالقفز من السياج الذي يبلغ ارتفاعه 5.4 أمتار، مما أثار دهشة الحراس. يبدو أنه غير رأيه حول اهتمامه الرومانسي، ربما قالت اللبؤة أنها من المعجبين بنيكلباك، في حين أن الأسباب الدقيقة لفقدان اهتمامه غير واضحة، إلا أنه عاد بعد أسابيع قليلة من هروبه الأولي. إنما هذه المرة كان معجبا بشخص آخر، اختار شريكة جديدة وتزاوج معها وأصبح للاثنين أشبال معا. نأمل أن صديقته الأولى لم تكن غيورة جدا، بعد كل شيء هناك الكثير من النمور في الغابة لها. ملوك الغابة الحضرية. في عام 1997 تضررت حظيرة الأسود في حديقة حيوان جانجل لاند في كيزمي بفلوريدا بشدة بسبب الأمطار الغزيرة. أثناء قيام العمال بإصلاحها، تمكنت لبؤة تبلغ من العمر 2.5 تدعى نالا من التسلل دون أن يتم اكتشافها. بعد أن لوحظ أنها مفقودة، سرعان ما بدأت المشاهدات المبلغ عنها في الظهور. مع وجود لبؤة طليقة، أغلقت حديقة الحيوان، وتم حث السكان المحليين في المنطقة على البقاء في منازلهم، حيث تم الإبلاغ عن مشاهدتها في المستنقعات المحيطة بحديقة الحيوان. على الرغم من أنه تم رؤيتها خارج حديقة الحيوانات، يبدو أنها وجدت طريقة للدخول والخروج، حيث شوهدت أيضا عدة مرات وهي تحاول العودة إلى حظيرتها. لسوء الحظ رغم ذلك، بمجرد أن اقترب الحراس للسماح لها بالعودة، كانت تهرب وتعيدهم إلى نقطة الصفر. في النهاية رغم ذلك، بعد يومين من التجوال في المنطقة التي كانت قريبة بشكل خطير من ديزني وورد ونقاط جذب سياحية أخرى، تم تحديد موقع نالا بأمان وتهدئتها واستعادتها. وقع حادث مشابه وإن كان مخيفا بعض الشيء في بلفاست أيرلندا الشمالية في عام 1977. على الرغم من أنه لم يهرب من حديقة حيوان، إلا أن أسد سيرك هارب تسبب بنفس القدر من الرعب عندما تم العثور عليه وهو يتجول في شوارع المدينة. في الواقع رصدت امرأة تعيسة كانت في حديقتها الذكر العملاق وهو يقفز فوق جدار حديقتها، وأغمي عليها من هذا المشهد غير المحتمل. لحسن الحظ حاصرت الشرطة وعمال السيرك الأسد وأعيد القبض عليه في غضون نصف ساعة من هروبه، ولم يصب أحد بأذى. لو كان وقت الطعام ربما لم تكن النتيجة لتكون بهذه البساطة. إبحار السعدان العنكبوتي. في عام 1995 انطلقت سعدان عنكبوتية وطفلها في مهمة جريئة عبر الأرض والمياه في محاولة للتحرر من حديقة حيوان كولومبيان بارك في إنديانا. بدأ عمل القرود هذا عندما سرق مجموعة من الشباب البشريين مثير الشغب قارب مجداف من البحيرة القريبة وألقوا به في الخندق المحيط بالجزيرة الصغيرة التي احتلتها القرود. يبدو أن القارب قد انجرف إلى جانب القرود من الخندق المائي، وعند هذه النقطة قفزت الأم والطفل. تسبب زخمهم في انجراف القارب إلى الجانب الآخر، حيث أمكنهم تسلق الجدار والهروب من الحظيرة. من هناك كان إذا جاز التعبير إبحارا سهلا. مع تشبث طفلها بها بإحكام، ذهبت الأم في مغامرة مذهلة. ذكرت الصحف المحلية كيف شوهدت وهي تتأرجح على طول خطوط الكهرباء وإشارات المرور على طول الطرق المحيطة المزدحمة. تباطأت حركة المرور حيث كان السائقون يرتبكون في حيرة من الزائرين غير العاديين. تم طرد القرود من مكانها الجديد في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم بمساعدة عدد من سهام المهدئات، وتم إعادتها إلى المنزل بأمان. مغامرة سليبري الكبرى.
في يونيو 1958 هرب سليبري أسد البحر من حديقة للثدييات البحرية في أونتاريو كندا وذهب في مغامرة العمر. لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف خرج، لكن البعض اقترح أنه ربما قد تسلل عبر أنبوب كان يغذي حمام سباحته بالمياه. كيفما فعل ذلك، هرب سليبري إلى نهر متصل، وسرعان ما شهد على طول ضفاف النهر وتحت الجسور على بعد أميال في اتجاه مجرى النهر. تم إرسال مسؤولي المدينة لاستعادة أسد البحر، لكن سليبري ترقى إلى اسمه وتجنب القبض عليه عدة مرات، وشمل ذلك مناسبة قام فيها ممسكوه المحتملين بتشغيل أصوات أسد البحر من مكبرات الصوت في محاولة لإغرائه بالعودة. غير مقتنع أو ببساطة غير مهتم، سبح سليبري ببساطة بعيدا واستمر في السباحة حتى عبر خطوط الريف على طول الطريق إلى الجانب الأمريكي من بحيرة إيري، وتصدر عناوين الصحف في كندا وأمريكا. تم القبض عليه هناك من قبل حارس حديقة من بلدة توليدو القريبة أوهايو، والذي أعاده أخيرا إلى منزله في أونتاريو. عندما قاد حارس حديقة حيوان أوهايو سليبري إلى المدينة، خرج أكثر من 50,000 شخص للترحيب بفنان الهروب المشهور الآن إلى منزله، حتى أنهم أحيوا ذكرى القصة بتمثال تحدث عن مكافأة السلوك السيء. النوّ الأكثر جموحا في الغرب. في عام 2004 قامت مجموعة من حيوانات النوّ في حديقة حيوانات الأطفال في فورت وين بولاية إنديانا بالهروب بطريقة مذهلة. أثناء نقلهم إلى حظيرة لفصل الشتاء، قرر 5 من الوحوش القوية الذين ينحدرون من سهول أفريقيا اتخاذ مسار مختلف. ابتعدوا عن مجموعتهم وهاجموا البوابة ودمروها قبل أن يقفزوا فوق سياج ارتفاعه أكثر من متر. استمروا في الجري وسرعان ما وجدوا أنفسهم يتجولون في شوارع المدينة المجاورة حتى تم القبض عليهم وإعادتهم إلى منزلهم. ولكن في حين أن حيوانات النوّ لحسن الحظ لم تؤذي أي من المشاة بقرونها المخيفة، إلا أن اثنان منها قاما بكسر أرجلهما أثناء تواجدهم في المدينة. إلى جانب الخطر الكامن المتمثل في السماح لمثل هذه الحيوانات الخطيرة بالهروب، أدى الضرر الذي لحق بحيوانات النوّ الخاصة بهم إلى دفع غرامة قدرها 825 دولارا مقابل تدابير السلامة غير الكافية. آمل أنه بعد ذلك كانت لديهم الحكمة للاستثمار في سياج أقوى وأطول. ضيف الحديقة. في عالم أفلام الرعب، يؤدي تعليق الغسيل في الفناء الخلفي إلى الظهور أحيانا كوسيلة لإيصال الرعب للجمهور، لكن رعبا من نوع مشابه لكنه ليس خارقا للطبيعة حدث في ساوث كارولاينا في عام 1992. بينما كانت امرأة تبلغ 78 عاما تعلق الملابس لتجفف فناء منزلها، طرقت فجأة على الأرض وتم دحرجتها من قبل شمبانزي هارب. كان الشمبانزي قد هرب من متنزه هولي وايلد للحيوانات المجاور ووجد طريقه بالصدفة إلى منزل المرأة القريب. لحسن الحظ، على الرغم من القوة المرعبة التي تتمتع بها هذه القرود، إلا أن المرأة أصيبت بجروح طفيفة فقط قبل أن يتركها الحيوان وتم القبض عليه مرة أخرى. لكنني أشك في أنها ستشعر بالراحة مرة أخرى أثناء تعليق الغسيل بعد ذلك. ربما حان الوقت للاستثمار في مجفف الملابس. الهروب القطبي. بصفتك مالكا لحديقة حيوان، فإن فقدان زوج من الكابيبارا مؤقتا أو حتى سعدان عنكبوتي أو اثنين هو بالكاد نهاية العالم، لكن آخر حيوان تريده أن يهرب هو دب قطبي. تصل هذه الوحوش القاتلة إلى 680 كيلوغرام وبطول 3 أمتار عند الوقوف على أرجلها الخلفية، لذا فإن هروب واحد منها سيكون كابوسا حقيقيا. ولكن في عام 1969 في حديقة حيوان بروكفيلد في شيكاغو لم يتم إطلاق سراح دب واحد بل 7 دبابة قطبية بعد أن غمرت المياه الخنادق العميقة المحيطة بحظيرتها. مع ارتفاع منسوب المياه تحول الخندق من حاجز فعال إلى طريق مباشر للحرية، ووصل إلى ارتفاع كاف إلى أعلى الجدار المحيط لكي تتسلقه الدبابة. لحسن الحظ حدث هذا أثناء الليل قبل وصول الزوار، ولكن عندما حضر الموظفون في الساعة 7 صباحا ربما يمكنك تخيل رعبهم عندما وجدوا الدبابة 7 تتجول في حديقة الحيوان. كانت الدبابة قد دمرت بالفعل كشك المرطبات بالقرب من معرضها، وأكلت المارشميلو، الشيبس والآيس كريم المحفوظة بالداخل، وقذفت بمسجلات النقود كإضافة عند الاقتراب.
قام 5 من الدبابة القطبية على ما يبدو بعد الشعور بالندم بسبب التسبب في الأذى بالسباحة مباشرة بالعودة إلى حظيرتهم. في غضون ذلك تم العثور على دب قطبي آخر يفحص الدبابة الرمادية، بينما تم اعتراض الدب السابع وهو في طريقه إلى مطعم حديقة الحيوان باستخدام أبواق السيارات، صفارات الإنذار، وعدد قليل من طلقات الرصاص في الهواء. تم الإمساك بالمخربين وإعادتهما إلى الحظيرة. بالنظر إلى أنه لم يتم ضرب أي شخص ولم يصب أي من الدبابة القطبية بأذى، يمكنني القول إن الأزمة تم تفاديها بنجاح كبير بالفعل. التسلق إلى الحرية. يكون منع الحيوانات من الهروب أكثر صعوبة عندما تكون ذكية مثل الشمبانزي. ساعد هذا الذكاء الطبيعي العديد من الشمبانزي على الهروب من حظيرتهم مع جدران طويلة في حديقة حيوان بالفاست في عام 2019، عندما تسبب الطقس العاصف في سقوط غصن كبير من شجرة في حظيرتهم. لم يمض وقت طويل قبل أن يستخدمه زعيم طبيعي ذكي للغاية كسلم للهروب. بمجرد أن قام الشمبانزي بتثبيته على الحائط، بدأ هو وإخوانه في تسلقها ومحاولة القفز إلى الحرية، قبل أن يدرك مسؤولو حديقة الحيوان أن شيئا ما كان يحدث بالفعل. كان العديد من الشمبانزي قد وصلوا بالفعل إلى أعلى الجدار. بعد ذلك بفترة وجيزة شهد أحد الشمبانزي وهو يتجول في حديقة الحيوانات بشكل طبيعي، مما أثار فضول بعض الضيوف وبلا شك رعب الآخرين. عندما اقترب حراس الحديقة أخيرا، اتخذت القردة قرارا ذكيا من تلقاء نفسها للعودة إلى رفاقهم على الأرض. قصة أخرى لشامبانزي يتسلق إلى المجد تقريبا حدثت في عام 2016 في حديقة حيوان ياجياما في اليابان. ظل ذكر الشمبانزي طليقا لمدة ساعتين تقريبا بعد اختفائه من الحديقة، ولكن تم تعقبه أخيرا أعلى عمود كهربائي على بعد 243 مترا من محيط حديقة الحيوان. يبدو أن الشمبانزي قد تسلق برج أسلاك بالقرب من حديقة الحيوان، ثم سار على طول كابلات الكهرباء إلى الموضع الذي تم رصده فيه، غير مدرك للتيارات الكهربائية العالية بشكل خطير الذي كان معرضا لخطر الإصابة بصدمة منها. رفض الشمبانزي النزول، لذلك صعد المسؤولون في رافعة مع سلة، وبعد فشل محاولات إنزاله بسلام اتخذ سهم المهدئ قرار النزول نيابة عن الشمبانزي. فقد قبضته وسقط، لكن لحسن الحظ كان العمال ينتظرون في الأسفل ببطانية ممدودة لضمان هبوطه برفق. بعد بضعة أيام من الترنح بينما يتلاشى المهدئ، عاد الشمبانزي سريعا إلى طبيعته القديمة على أمل ألا يخطط لمزيد من الهروب الصادم. التحرير بفضل الفيضان. في عام 2015 تعرضت مدينة تبليسي في جورجيا أوروبا الشرقية لفيضانات مدمرة تسببت في فوضى عارمة في جميع أنحاء المدينة. دمرت مياه الفيضان المتصاعدة قدرا كبيرا من الممتلكات، بما في ذلك العديد من الحظائر في حديقة الحيوانات بالمدينة. بينما لقيت بعض الحيوانات نهايتها في الفيضانات، تم إطلاق سراح البعض الآخر للتجول في المدينة التي غمرتها الفيضانات، بما في ذلك الأسود والنمور والدببة والذئاب والضباع وفرس النهر، من بين أنواع أخرى كثيرة. تم العثور على فرس النهر المعني وهو يتجول في أحد شوارع المدينة الرئيسية، الأمر الذي أثار قلق السكان المحليين الذين قابلوه. ولكن قبل أن يلحق أو يواجه أي ضرر، اقتاده حشد من الناس إلى زاوية وتم إخضاعه بمسدس مهدئ للأعصاب. بينما كان فرس النهر من بين العديد من الحيوانات التي أمكن إنقاذها، للأسف فقد نصف سكان حديقة الحيوان في فوضى الفيضان. لو لم يتم حبسهم في الحديقة فربما نجا المزيد، لكنني سأترك هذا النقاش لكم في تعليقات أدنى. سيقان طويلة طليقة. قد تعتقد أنه من بين جميع الحيوانات سيكون من الصعب جدا على الزرافة الهروب من الحديقة. بعد كل شيء كونها طويلة القامة، قد تفترض أن شخصا ما قد يكتشفهم وهم يحاولون الهرب. ومع ذلك تمكنت زرافة تبلغ 7 أشهر في حديقة حيوانات في إنديانا من الفرار من حظيرتها في عام 2018. بينما لم يكن أحد متأكدا تماما من كيفية قيامها بذلك، تم العثور على الفتاة ذات العنق الطويل وهي تجري في موقف سيارات الموظفين بالقرب من حظيرتها. لحسن الحظ كان موقف السيارات محاطا بسياج طويل، مما منعها من الهروب وجعل استعادة السيطرة عليها أسهل كثيرا.
ولكن إذا كانت فنانة الهروب تبلغ 7 أشهر فقط، فأنا أتوقع مهنة طويلة وناجحة في الهروب. قد تكون تلك الزرافة الصغيرة من إنديانا قد استوحت الإلهام من زرافة أخرى هربت من سيركي رينالدو أوريفو في إيمولا بإيطاليا في عام 2012. قام هذا السجين ذو العنق الطويل بالركض مباشرة عبر شوارع إيمولا متهربا من عدة محاولات من قبل عمال السيرك للقبض عليه. كما تعلم الناس بسرعة، لا يمكنك أن تلعب لعبة الدجاج مع الزرافة لأنها لن تدع عقبة صغيرة مثل الإنسان يبطئها. بينما انحرفت المركبات لتجنب العملاق الراكد، كافح الحراس لمواكبة ذلك. في نهاية المطاف تم إنهاء ثورة الحيوان العملاق بواسطة سهمين مهدئين، وأعيدت الزرافة إلى السيرك. لكن الصور تثبت أن السيرك الحقيقي أمكن العثور عليه في الشوارع في ذلك اليوم في شكل مغامرة كرتونية حقيقية عبر مدينة إيمولا. هيجان وحيد القرن. لا يعد النوم أثناء العمل فكرة جيدة أبدا، ولكنها حركة غبية بشكل خاص عندما يفترض بك حراسة وحيد القرن. هذا لم يمنع حارس الأمن في رامات غان سفاري في فلسطين من النوم أثناء العمل في عام 2015 مع نتائج كارثية بشكل هزلي. أثناء الغفوة فشل الحارس في ملاحظة اقتراب 3 فرسان من وحيد القرن من البوابة، ومع عدم وجود حارس لإغلاقها تسللوا ببساطة من خلالها. لم يمض وقت طويل قبل أن يكتشف عامل آخر في المتنزه صادف أنه كان مستيقظا وحيد القرن وطلب الدعم. سرعان ما كان مدير حديقة السفاري في الموقع للتعامل مع الموقف، ويمكن رؤيته هنا وهو يطارد الحيوانات الهاربة. بعد أن أدرك عمال الحديقة أن الوضع كان يخرج عن السيطرة، اتصلوا بالشرطة في النهاية للحصول على الدعم. بعد فترة وجيزة مع إغلاق مدخل الحديقة من قبل ضباط الشرطة، أصبح الجمهور في مأمن من الهجوم. ولكن لا تزال هناك مشكلة صغيرة جدا تتمثل في إعادة وحيد القرن إلى حظائرها. بعد بعض التخطيط تم جمع وحيد القرن في ساحة انتظار السيارات مع تصفيق العمال لجذب انتباههم. تم إغراؤهم بالعودة بأمان إلى الحظيرة، وغني عن القول أنه تم طرد حارس الأمن المسؤول، وهذا أفضل من أن يدوس عليه وحيد القرن على ما أعتقد. إذن هل سبق لك أن ذهبت إلى حديقة حيوان عندما هرب حيوان؟ أخبرني بقصصك في التعليقات أدنى، وشكرا على المشاهدة.